دلوقتي بعد ما شفنا ازاي نعمل عناصر، دلوقتي عايزين نعمل ربط بينهم، بحيث ابدا اشوف نظام الحركه بينهم ازاي، بحيث ان انا لما اطبع الاوبجكت ديت ممكن يكون في حركه بينهم، فاشوف الحركه دي هتبقى منطقيه ولا بعد ما اطبع العناصر بطبع ثلاثيه الابعاد فيها مشاكل ولا لا. هو البرنامج ده بيعمل موديل 3D، فممكن اطبعها بيبقى عندي حاجه اسمها طبع ثلاثيه الابعاد، بدل ما بيطبع على الورق لا ده بيطبع اوبجكت، بيطبع مجسم للحاجه. فممكن بعد ما اطبع الاقي ان في حاجتين مثلا مش هيتوصلوا ببعض، فانا ببدا اعمل زي سيموليشن للموضوع بطريقه بسيطه جدا. هقول له هنا اسمبل جوينت، زي ما انت شايف بيقول لي هبدا اربط لك العناصر مع بعض واشوف الحركه بينهم هتبقى عامله ازاي. طب دلوقتي لما انا اقول له جوينت هيقول لي غلط، ليه بقى؟ زير ار نو كومبوننت تو اسمبل ان ذس ديزاين، مفيش هنا اي كومبوننت. ايه الكومبوننت دوت؟ الكومبوننت ده بيبقى عباره عن عنصر او اكتر مرتبطين مع بعض كتله واحده، تمام؟ فانا دلوقتي لما اقول له كرييت بوكس وابدا ارسم البوكس بتاعي بالشكل دوت، تمام، هلاقي هنا عندي بيقول لي عايز انت يبقى جسم جديد نيو بادي ولا نيو كومبوننت. هقول له نيو كومبوننت، هقول له اوكي، هلاقي عندي هنا ظهر كومبوننت، كده بقى عندي كومبوننت. طب انا عايز اعمل كومبوننت تاني على اساس ابدا اربط بينهم، هقول له هنا كرييت وخلينا مثلا نرسم سلندر، تمام، هبدا ارسم سلندر على اي جهة زي ما انا عايز، وليكن مثلا ديت اهي. طيب بفرض ان انا ما قلتلوش نيو كومبوننت وعملتها نيو بادي وقلت له اوكي، هلاقي ان هو بقى جسم عادي باديز، تمام. هاجي هنا هقول له كرييت كومبوننت فروم باديز، يعني اعمل لي الجسم ده خليه كومبوننت. ففعلا بقى عندي كومبوننت واحد وكومبوننت اتنين، وممكن في اي وقت تعمل كذا نسخة منه. اقول له مثلا عايز كوبي، تمام، وبعد كده هنا اجي هنا اقول له اعمل لي بيست نيو، يبقى انا عندي جسم جديد. هيبدا بيقول لي الجسم الجديد ده انت عايز تحطه فين، فاقدر اقول له اعمل لي نسخه جديده في المكان الفلاني. يبقى انا كده عندي اتنين كومبوننت مرتبطين ببعض، لما اعدل في واحد تعدل في التاني، تمام. خلينا دلوقتي نبدا نعمل جوين، اقول له اسمبل جوينت، تمام، بيقول لي اختار الجسم الاولاني اللي هو هيتحرك للجسم التاني، يعني الجسم الاولاني اللي انا اختاره دلوقتي هو ده اللي هيتحرك للجسم التاني. فاقول له انا عايز مثلا الجسم دوت وليكن مثلا من الجهة ديت اهي، تمام، او ممكن اقول له زي ما انا عايز، اهو انا عايز مثلا من الجهة ديت، تمام. طيب الجسم التاني سيلكت، اقول له خلينا في السلندر ديت، تمام. طيب ايه اللي حصل؟ حرك الجسم الاولاني خلاه مرتبط مع الجسم التاني، خلى فيه حركة بسيطة جدا اللي هي ريجيد، ريجيد مجرد وصل ده بده، حط ده في المكان دوت، تمام. طيب ممكن اقول لا ده انا عايز يبقى فيه حركة، ممكن هنا اغير الزاوية بس بسيطة، تمام، هقول له خليها 60 مثلا، تمام، هتلاقي الشكل اللي بدأ يلف. خلي فيه اوفست بينهم وليكن مثلا 30، هتلاقي الشكل بعيد عن التاني بالطريقة ديت، تمام. انا عملت تراجع، هقول له اسمبل جوينت، تمام، كومبوننت، هنعمل بس الموضوع تاني اهو بالشكل دوت. طيب ممكن اقول لا ده انا مش عايزها ريجيد، لا ده انا عايزها ريفولف. يعني ايه ريفولف؟ يعني هيعمل روتيت على اكس ريفولف، وابدا اختار الاكس اللي هيلف عليه. هو كده مثلا بيلف على الزد، هقول له طب خليها على الاكس، فيلف حوالين الاكس، محور الاكس اللي هو اللون الاحمر دوت هو بيلف حواليه. هقول له انا عايزه مثلا على الواي، فيبدا يلف على الواي، تمام. كل دي حركات ممكن اقول له اعمل انيميت، فيبدا يعمل الحركه ديت، تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ انا عندي حاجه اسمها سلايدر. ايه سلايدر دوت؟ بيبدا يعمل لي حركه في الاكس او الواي او الزد، حركه مجرد موف. طب انا ممكن اقول له مثلا خليها مثلا في الزد، فيبدا يتحرك في الزد. طب خليها في الكاستم، يعني في الكاستم يعني انا هدي له اكس زي ما انا عايز، ممكن يكون اكس مايل زي ما انا عايز. هقول له سيلكت وابدا اختار انا الاكس اللي انا عايزه، تمام، هقول له مثلا خلي الاكس بتاعك هو دوت، تمام، اي اكس انا عايزه هو ده اللي هيبدا يتحرك عليه. طيب انا ممكن الاقي بعد كده حاجه اسمها سلندر كال، اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو بيعمل روتيت وموف على نفس الاكس، يعني بديله اكس واحد بيعمل فيه موف وبيعمل روتيت في نفس الوقت، تمام. يعني هقول له مثلا خليها على الاكس، بيعمل ايه؟ بيلف على الاكس وفي نفس الوقت بيعمل روتيت. طب لو قلنا له الواي هيلف على الواي وفي نفس الوقت يعمل له ايه؟ موف، تمام. فده الفكره بتاعته، ان انا بيبقى عندي
حركة واستدارة في نفس الوقت على نفس الأكس، تمام. ممكن أقول له بين سلوت اللي هو إيه، الروتيت على أكس والسلايد على أكس، أكسين غير بعض، تمام. يعني ممكن أقول له لأ ده أنا عايز الروتيت مثلا على الواي والسلايد مثلا على الإكس، يبقى بالشكل دوت، تمام. وممكن أقول له بلانر يبقى عندي نورمال على مثلا الواي والسلايد، ممكن نختار كاستم على أي حاجة تانية. ممكن أقول له بال يبقى في نقطة معينة هي اللي مثبتة الشكلين مع بعض، الشكلين مرتبطين بنقطة، تمام، بيبقى فيهم هما الروتيت ومفيش موف، مجرد بس بيبقى روتيت على النقطة ديت، هي دي النقطة اللي مرتبطة بيها، تمام، بالشكل دوت. فهو كده بيعمل لي الانيميت. فانا ممكن اقول له مثلا خليها ريفولف بالشكل دوت، واقول له اوكي. هلاقي عندي حاجه ظهرت هنا اللي هي جوينت. جوينت ده هيبدا يجيب لي كل الوصلات اللي هبدا اربطها في الشكل موجوده هنا. ممكن اجي هنا اقول له ايه سابرس، يعني انا مش عايزها دلوقتي، تمام، ده الفك الارتباط. ممكن اقول له لا ابدا اربط الحاجات تاني. ممكن اجي هنا واقول له انيميت جوينت، عايز اشوف الجوينت وهو شغال، تمام، بحيث ابدا ادرس هل في مشاكل ولا لا في الحركه بتاعتي، تمام. خلينا نجرب امر جوينت على مثال عملي. هاجي انا من اسمبل اقول له جوينت، ابدا اختار العناصر اللي اخليهم يرتبطوا مع بعض، وليكن مثلا كومبوننت 1 هختار دوت، وهقول له كومبوننت 2 انا عايز اختار نقطه المركز دوت، تمام، لان الشكل هو بيتحرك ريفولف. وممكن اقول له انا عايز ريجيد، مجرد بس هحطها في نفس المكان، ريفولف هيلف بالشكل دوت، بيتحرك روتيت لا اكتر ولا اقل. ممكن اقول له مثلا طب انا عايز على الواي، انا عايز على الزد بالشكل دوت. ممكن اختار كاستم، اختار انا يعني محور اللي هيمشي عليه، تمام، وليكن مثلا اختار المحور دوت واقول له انيميت، فبيلف حول المحور اللي انا اخترته. ممكن اقول له سلايدر يبقى كده يتحرك في اتجاه، تمام. ممكن اقول له خليه يتحرك مثلا في الزد بالشكل دوت، او يتحرك في الواي، الحركة الانسب ليه. هو المفروض ان هو يتحرك هنا في الزد، ماشي. او ممكن اقول له سلندركال، هو كده بيلف حوالين الشكل دوت، موف وروتيت في نفس الوقت. ممكن اقول له بال يبقى كده هو هيلف حوالين نقطة معينة زي ما احنا شايفين، تمام. ممكن اقول له خليها سلايدر بالشكل دوت انسب. دلوقتي بعد ما عملنا الموديل وعملنا الجوينت بالشكل دوت، ببدأ أجرب العناصر بتاعتي. ممكن بعد ما تطبع تفاجئ إن في مشكلة، يعني أنت مثلا ممكن تكون عايز تعمل لعبة زي باور رينجرز كده وطبعتها، فوجئت إن المكونات ما بتركبش مع بعض، فتلاقي الفلوس ضاعت عليك. فأنت ممكن تعمل تجربة على الكمبيوتر تأكد هل فعلا الموضوع ده هيبقى شغال ولا لأ، ولا تفاجئ إن في حاجة خابطة مش ماشية الشغل بتاعك. تعال نجرب كده. هاجي من أسمبل أقول له أنيبل كونتاكت سيت، ده بيتأكد إذا كانت العناصر هتخبط مع بعض ولا لأ، تمام. فده مهم، بس انا مش هخش طول الوقت على اساس ان هو ما يهلكش الجهاز بتاعي لان هو من الاوامر التقيله. وهاجي هنا اقول له نيو كونتاكت سيت، فبيقول لي ايه العناصر اللي انت عايزها. ممكن اختار كل العناصر، تمام، بس خلينا نختار عنصرين كفايه اللي انا شاك فيهم على اساس ما يبقاش تقيل على الجهاز. بعد ما اخترت العناصر هقول له اوكي، وابدا اسحب دراج اند دروب وابدا اشوف. هنا جاب لي مشكله، تمام. هنا مفيش مشكله، ممكن عادي، بس هنا كده الخنجر ده مش هيقفل وكده هيعورنا انا، تمام. فتبدا تدرس اذا كان في تصميم احسن تعمل فتحه هنا، توسع ديت، تبعدها شويه، زي ما انت عايز. بس دي فكره ان انا اتاكدت اذا كانت الحاجه اللي انا طبعتها دي هيبقى فيها مشكله ولا لا، تمام. تعال نشوف مثال تاني. الاداه ديت، تمام، هل دي لما هتدور هتبقى فيها مشكله ولا لا، هتخبط في حاجه ولا لا، تمام. تعال هقول له هنا من السيمبل هقول له انا عايز انيبل كونتاكت سيت، تمام. طيب اجي هنا برضو وادوس رايت كليك واقول له نيو كونتاكت سيت، بيقول لي ايه العناصر اللي انت عايزها تخبط او تشوف تخبط مع بعض ولا لا. هقول له هات العنصر ده مع العنصر ده،
واقول له اوكي وابدا الف كده زي ما انت شايف مفيش اي مشاكل خالص. طيب خلينا نعمل مشاكل. تمام وهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل كرييت بوكس اوكي، وابدا اشوف البوكس بتاعي هيبقى على انهي ارضيه وابدا ارسم البوكس بتاعي بالشكل دوت. تمام اهو تمام. طيب تعالى بقى نقول له عايزين نعمل كونتاكت سيت تاني. تمام هقول له اوكي نيو كونتاكت سيت بين ايه وايه، بين ده وده، وهقول له اوكي. هاجي الف الاداة ديت بالشكل دوت، اجي خبطها. تمام فده بيأكد لي اذا كان الحاجة اللي انا طبعتها دي هتبقى فيها مشكلة ولا هستنى لحد ما اطبع واكتشف ان في مشكلة. تمام ادهم الاتنين كونتاكت سيت اللي انا عملتهم، في اي وقت ممكن تيجي تقول له ديليت، ممكن تقول له اديت لو انت عايز تعدل فيهم، ممكن تروح موقفه مؤقتا بحيث ان انت تجرب هل فعلا في هل بجرب هو، بحيث ان انا اشتغل بدون اي مشاكل بدون ما يعمل لي اي مشاكل، ولما احب ارجع تاني اقول له ان سبريس. تمام اه تيجي تجرب تلاقي بدأت تتفاعل معايا تاني. تمام طيب لو انا عايز اشوف انهي زاويه اللي انا واقف عليها دلوقتي، يعني عايز ابدا احرك الزاويه ديت اخلي دي مثلا على زاويه معينه. تمام يعني انا بحرك بس بزاويه عشوائيه، ممكن اجي هنا من اسمبل برضو اقول له درايف جوينت وابدا اختار انهي جوينت اللي انا اشتغل عليها، سيلكت مثلا الجوينت ديت فبيبدا يديني ان انا ابدا اختار بالرقم. هنا مثلا سالب 0.094 ممكن اقول له لا خليها مثلا 2 فيبدأ يحرك لي الرقم اللي انا عايزه. تمام دلوقتي انا عايز اسيف الشغل بتاعي، اي مشروع انا كنت شغال عليه وعايز اسيفه، فاجي هنا اقول له سيف او من القايمه ديت هقول له سيف. تمام فاول مره سيف هيقول لي انت عايز تسيفه باني اسم وعايز تسيفه في اني بروجكت في الكلاود. الكلاود ممكن يحتوي على كذا مشروع، فاجي هنا اقول له اعمل لي مشروع جديد، يعني دي مشاريع موجوده هقول له بروجكت، اقول له اعمل لي مشروع جديد مثلا اي حاجه اي ان جي. تمام وده اسم المشروع واسم اسم الملف دوت. تمام اهو فبيقول لي المشروع هيبقى اسمه اي ان جي، النيم هيبقى كذا، الاونر بتاعه كذا، اخر واحد عدل فيه هيبقى الفلان الفلاني، ممكن تعمل كذا فولدر جواه لتنظيم الشغل. تمام هقول له بعد كده ايه سيف، بيقول لي الاسم طويل اقول له مثلا خلي الاسم من 1 لـ5. هو كده سيف المشروع بتاعي موجود على الكلاود. طيب لو انا عايز ابدا اتحكم فيه في الكلاود هدخل هنا في هوم، هدخل على موقع A360 ده الموقع بتاع اوتوديسك اللي فيه المشاريع كلها. A360 اوتوديسك عاملاها لكل البرامج اللي هي بتشتغل كلاود او على الانترنت، وده بيبقى احسن كتير بحيث ان كذا واحد يقدر يشتغل على نفس الملف وما في كذا دولة. بلاقي هنا المشروع اتعمل لي اسمه اي ان جي، هدوس هنا ده كده المشروع هوت، اقدر اعمل له داونلود، اقدر اعمل له ابلود وارفع ملف تاني، اقدر اعمل انفايت لكذا واحد يبقوا شغالين معايا، يعني اكتب ايميل ناس تانية الايميل بتاعي. تمام هبعت له انفايت، اقدر ابعت انفايت في حدود 12 واحد شغالين في المشروع. تمام اتبعت الانفايت. تمام ممكن تبعت لكذا واحد، ممكن تشوف اخر واحد اشتغل في المشروع مين اللي رفع الملفات، الملف لسه بيترفع دلوقتي، تبدأ تشوف اذا كنت مثلا عايز تجيب ملف من الدروب بوكس، تعمل ابلود للاسمبلي، تعمل ابلود لفولدر كامل، تبدأ تشوف المشاريع اللي موجودة. يعني ممكن نشوف مشروع غير دوت. تمام ده مثلا بعض ده المشروع اللي انا كنت شغال عليه. تمام بتلاقي ملفات البينري، بتلاقي الملف الفيوجن ديزاين،
تقدر تفتحها وتقدر تشوف الناس اللي شغالين معاك في المشروع دوت اكتيفيتي. فالموضوع سهل وبسيط، ان كذا واحد يبقوا شغالين في نفس المشروع وكلهم يفتحوا الملف في نفس الوقت، وتبقوا مقسمين ان كل واحد مثلا هيشتغل يعمل ايه. يعني واحد يعني مثلا لو احنا بنعمل النمذجة العربية، في واحد هيعمل الكاوتشات، في واحد هيعمل الازاز، في واحد هيعمل الكراسي، في واحد هيعمل لنا شاي عشان نشرب. يعني نبدأ نقسم الشغل على اساس ان احنا نعمل حاجة كويسة ان شاء الله.